يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. دخلت الغرفة حقتك وصكيت على بابك وصكيت اللمبة وجلست لحالك، خرجت جوالك تبغى تكلم واحدة ما تحلك، تبى تشوف مقطع يغضب الله، تبى تسمع أغنية تغضب الله. يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. طلعت سيارتك طلعت سيارتك وقدامك شريط الأغاني تبغى تحطه في سيارتك وتبغى تسمع أغاني، قبل لا تسمع هذه الأغاني تذكر هذه الآية. يومئذ تعرضون يومئذ تخفى منكم خافية. جاك مقطع في جوالك يغضب الله سبحانه وتعالى، عندك مجموعات، عندك رسائل جماعية، عندك ببي ودك ترسل هذه الرسالة لهم كلهم، لكن المقطع يغضب الله، يمكن أغنية ولا مقطع خليع إلى غير ذلك، قبل لا ترسلها تذكر هذه الآية. يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. تعرف ايش يعني تعرض؟ يعني حبيبي الغالي لما يناديك الملك تتقدم إلى الله سبحانه وتعالى وتشوف كتابك، وش قدمت في كتابك؟